وزير السكن يشرف على توزيع أزيد من 1400 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بالعاصمة، في انتظار توزيع 30,000 وحدة سكنية عبر 40 ولاية خلال شهر أوت القادم. مئتان وخمس وعشرون ميدالية من بينها 71 ذهبية نصيب الجزائر في منافسات الألعاب الإفريقية للشباب في طبعتها الثالثة التي اختتمت أمس وسط إشادة بحسن التنظيم. دوليا الماليون يختارون رئيسا جديدا للبلاد وسط آمال بغد أفضل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الخامسة. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مناسبة احتفال بلاده بعيد العرش، جاء فيها: يسرني أيما سرور والمملكة المغربية تحتفل بعيد العرش أن أعرب لكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي عن خالص التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات راجيا من المولى عز وجل أن يمتعكم وكل الأسرة الملكية الشريفة بموفور الصحة والهناء والسعادة، وأن يحقق للشعب المغربي الشقيق اضطراد الرقي والازدهار والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة. وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: ولا يفوتني أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة ليجدد لكم حرصي الأكيد على مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا وتنميتهما في شتى المجالات بما يلبي طموحات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من الرفعة والمنعة والنماء. كشف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد تمار خلال إشرافه على توزيع أزيد من 1400 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي ولاية الجزائر، منها 514 وحدة بعين المالحة ببلدية جسر قسنطينة و866 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. كشف تمار عن برنامج لتوزيع 30,000 وحدة سكنية عبر 40 ولاية خلال شهر أوت القادم. نشارككم اليوم فرحتكم من خلال هذا الحفل الرمزي، حيث ستقوم بتسليم ما يقارب 1400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي ولاية الجزائر، منها 514 بعين المالحة بلدية جسر قسنطينة و866 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. كما سنقوم إلى غاية شهر أوت بتوزيع حوالي 30,000 وحدة سكنية عبر حوالي 40 ولاية، منها 14,700 سكن عمومي إيجاري، 3,500 سكن عدل، 7,300 سكن ريفي، 2,200 سكن اجتماعي تساهمي، 230 سكن ترقوي عمومي، و 1,200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية. إن كل هذه المكاسب الضخمة ما كانت لتكون لولا العناية البالغة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لقطاع السكن الذي أدرجه ضمن أولوياته، إذ تكرم بكل الإمدادات المالية اللازمة لتكملة كل البرامج السكنية لتمكين المواطن الكريم من الظفر بساكن لائق. في التنمية، تدعم مطار الرائد فراج بتندوب بمحطة جديدة بكامل التجهيزات ضمن مشروع توسعته، من شأنها تسهيل حركة التنقل وإضفاء حركية تنموية بالولاية في انتظار إضافة رحلات جديدة داخلية وخارجية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء بن فرجل. حركية واسعة يعرفها مجال النقل الجوي بولاية تندوف خلال هذه الصيفة، ولتوفير أحسن الخدمات للمسافرين تدعم مطار الرائد فراج بمحطة جوية جديدة مجهزة بالوسائل التقنية اللازمة. وتوسع على رفعة الغبن الذي كان يعانيه المسافرين في الانتظار، بحيث كانت الاكتظاظ في الشبابيك القديمة، ورانا نشوفوا باللي كاع المصالح راهي متوفرة، كما واحد الصوالح برا، كما الباركينغ، كما وين يريحوا المسافرين، وهذه حوايج نثمنوها وما شاء الله. فيما يخص تجهيز مطار تندوف، استفادت
هذه الأخيرة من عدة تجهيزات، منها حصولها على لي طابي دو كاروسيل، كذلك لا سونغيزاسيون، كذلك لا سينياليزاسيون. من جهة أخرى استفاد المطار من عمليات تهيئة خارجية كالإنارة والمساحات الخضراء وحظائر السيارات، الأمر الذي استحسنه المواطنون. ميدروك الحمد لله تشوف، شوفي واش كاين، شوف الباركينغ برا كي داير، شوف الوسائل، الحمد لله المكاتب كل شيء كاين، وفروا كل شيء يبكرينه. وعليهما توسيعة مطار الرائد فراج بتندوف، يتطلع المواطن بهذه الولاية الحدودية إلى فتح خطوط داخلية ودولية جديدة مستقبلا. وفي إطار برامج بعث التنمية بالمناطق النائية، حركية تنموية كبيرة تشهدها العديد من البلديات النائية بولاية الأغواط التي استفادت من عيادات متعددة الخدمات ومرافق ثقافية، إضافة إلى ربط المناطق الفلاحية بالكهرباء الريفية. والتفاصيل مع سهيل بن ناريا. استبشر سكان بلدية عين سيدي علي بالأغواط بفتح عيادة متعددة للخدمات مجهزة بالوسائل الضرورية، توفر لهم عدة تخصصات على مستوى منطقتهم المعزولة، كما أنجزت عيادة طبية متعددة أخرى بالقطب الحضري بأفلو. احنا كان عندنا السبيطار هذا ما فيه والو، يعني في ضربوا البلا برك كما نقولوا احنا بالاحمر، معنا الا كاش حاجه غراف ولا حاجه يدوها 42 كيلو. قبل ما كانش عندنا المرافق هذه، كان الولاده ما كانش، الطب ما كانش، معنا هنا طالبين نتمنوا وقف الخير ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يشوفوا العين سيدي علي هذه بانها تبعد على ولايه الاغواط ب 100 كيلو، المرافق، الثقافه، التهيئه العمرانيه، الطريق. واستفاد سكان بريدة من مكتبة ريفية توفر عديد الخدمات تشجيعا للمقروئية، مع قاعة للأنترنت وممارسة للنشاط الترفيهي. استفادت بعض البلديات من مشاريع رياضية مختلفة. خلال هذه المدة هذه جبنا عديد بلدية الولاية اللي عرفت وضع قيد الخدمة لعديد المرافق والمنجزات اللي تدل على التجسيد لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق منه بتحسين الإطار المعيشي للمواطن. ولفك العزلة عن المناطق النائية، ربطت بعض الطرقات البلدية بمنشآت فنية، ووضعت حيز الخدمة الكهرباء الريفية لتدعيم النشاط الفلاحي والاستقرار بالريف. إلى ولاية الجلفة، حيث تعكف المصالح الفلاحية على تشجيع تطوير تقنية جديدة في تربية المائيات من خلال استزراع الأسماك في أحواض السقي العينة من إحدى المستثمرات الفلاحية الخاصة بحاسف دول، مع شهرزاد النون. في هذه المستثمرة الخاصة بحاسف دول شمال غرب ولاية الجلفة، أعطت تقنية الفلاحة المدمجة بتربية المائيات ثمارها وأثبتت نجاعتها، إنتاج وافر وثمار يافعة بفضل مياه هذا الحوض، أين تربى أنواع مختلفة من الأسماك هي سماد طبيعي للأشجار. عندنا الخوخ نكتارين، عندنا الخوخ تاع فيها هذاك، وبلوس نخدموا ثاني المشماش، الرمان، الزيتون. مع الفترة الأخيرة هذه حاولنا نوسعوا المشروع ديالنا، فوالا درنا تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، اللي باس انا هذوك قعدنا نسقوا منهم الشجرة هذه، اللي بلوس ولات تمد ليترون ديال الشجرة وتمد إنتاج مليح. سي دي باسورو بروديكتريس، باش نديروا الاخر التكاثر تاعهم هنا داخل البسان هذا. البسان هذا فيه 100 متر على 100 متر، صافي دير ان هكتار، ولا بروفوندور تاعو 7 متر. افيك اون كاباسيتي دو 70000 لتر متر كوب اللي فيه، ومن القدام ان شاء الله رايحين نديروا واحد اخر فيه 300 متر على 300 متر. تشجيع الفلاحين على استغلال تربية المائيات في الفلاحة هو ما تسعى إليه المصالح الفلاحية بولاية الجلفة، مع التركيز على الفوائد الصحية لمثل هذه المنتجات. عندنا 118 حوض استزراع الأسماك بسمك شبوط، 5 مزارع لتربية الأسماك عبر التراب الولاية. عندنا الصيد القاري، عندنا 3 سدود على مستوى الولاية. شجرة تسقيها بالماء فيه تربية المائية راح يعطي نتائج إيجابية، خير من السماد الكيميائي اللي فيه ضرر وفيه أعراض جانبية. تعميم استزراع الأسماك في الأحواض الموجهة للسقي سيسهم في رفع الإنتاج الفلاحي، مع الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.
في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الجزائري الأمريكي، رصت اليوم بميناء الجزائر المدمرة الأمريكية USS كارني DDG 64، حيث قام قائد المدمرة بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى العميد سماح زين الدين. كما سيكون لطاقم المدمرة برنامج من النشاطات التشريفية والثقافية والرياضية. هذا وستقوم المدمرة الأمريكية نهاية هذا الشهر رفقة سفينة رايس كورسو بنشاطات تمرين باسكس. في سياق الجهود التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب، سلم اليوم الإرهابي والمسمى أبرزولغ عيسى المدعو أبو إبراهيم سلم نفسه للسلطات العسكرية بطمن رصد حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014 كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة. هذه العملية تأتي لتعزز حصيلة النتائج الإيجابية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب، كما تشهد على نجاعة مختلف المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أحبطت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وبرج باجي مختار محاولة تهريب 10 أطنان من المواد الغذائية وأزيد من 10,000 لتر من الوقود، في حين ضبط حراس السواحل بالغزوات أزيد من 32 كيلوغراما من الكيف المعالج. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من وهران عنابة والقالة محاولات هجرة غير شرعية ل43 شخصا. دوليا، استشهد فلسطينيان صباح اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب 7 مواطنين فلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. هذا وتم اليوم الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بعد أن سجنت العام الماضي من قبل سلطات الاحتلال. في مالي، بدأ اليوم نحو 8 ملايين ناخب بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة وسط تحديات أمنية واقتصادية يواجهها البلد. ويتنافس في هذه الانتخابات 24 مترشحا، أبرزهم إبراهيم أبو بكر كايتا رئيس المنقضية ولايته وزعيم المعارضة صومايل سيسي. تفاصيل مع رضية تشاتشي. انتخابات رئاسية حاسمة في مالي، رهانها الأمن والاستقرار في ظل تواصل الهجمات الإرهابية على البلاد. أزيد من 8 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم اليوم لاختيار اسم من يعتلي سدة الحكم، والتنافس على أشده بين الرئيس الحالي بوبكر كايتا وزعيم المعارضة سومايلا سيسي في جولة أولى، على أن تعقد ثانية في 12 أوت القادم في حال لم يحسم السباق الرئاسي. هو حق مدني ومشروع على الجميع الإدلاء بصوتهم، إنه واجب اتجاه بلدي وحقي في أن يمثلني من أراه الأجدر. أنا أول من انتخبت في هذا المكتب، انتخبت من أجل السلام في بلدي وكل شيء يجري على أحسن ما يرام. أنا سعيد لأنني صوت لصالح من أريد بدون أي مشاكل. 23,000 مكتب اقتراع فتح أبوابه منذ الصباح الباكر أمام الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية. 24 اسما دخلوا معترك التنافس، من بينهم امرأة واحدة، غير أن آخر صبر للآراء رجح الكفة لصالح كايتا باعتباره يحظى بدعم غالبية أحزاب مالي، فيما يرى المتتبعون للمشهد السياسي أنه من شبه المستحيل حسم النتيجة من الجولة الأولى نظرا للعدد القياسي للمتنافسين. انتخابات مالي تجذب إليها اهتمام المجتمع الدولي لكونها تعزز تنفيذ اتفاقية السلام التي ستكون حاسمة ليس لمالي فقط وإنما لمنطقة الساحل بأكملها. في الرياضة، اختتمت مساء أمس بملعب 5 جويلية فعاليات وطبعتها الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بعد 10 أيام من المنافسات، حيث حلت الجزائر في المرتبة الثانية برصيد 71 ميدالية ذهبية. مراسم حفلها الاختتام التي أشرف عليها وزير الشباب والرياضة محمد حطاب وحضرها عدد من أعضاء الحكومة تم خلالها تسليم علم استضافة الدورة المقبلة لدولة لوزوتو. المزيد مع محمد شوماني.
لكل بداية نهاية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. لذا كانت الألعاب في مستوى سمعة الجزائر وثقة إفريقيا، وكان مسك الختام كبدايته فرصة لتأكيد السمعة والمرافعة لقضايا شعوب القارة السمراء بشباب تنافسوا وتصافحوا وتصادقوا من هنا من الجزائر. ولذا جاء الاعتراف سيدا بصوت إفريقيا. بعد 11 يوما ظلت فيها الجزائر عاصمة إفريقية للرياضة والشباب ل54 دولة في قرابة 30 اختصاصا، جاء الاختتام فاصلا لتقديم راية الألعاب من وزير الشباب والرياضة محمد حطاب لرئيسة اللجنة الأولمبية في مملكة ليزوتو التي استعرضت مشروعها للمستقبل القريب. Merci à son excellence monsieur le président de la République qui fait tout pour l'Algérie et pour l'Afrique. Merci Alger. Merci l'Algérie. Vous avez gagné votre défi. La barre a été placée très haut. Nous sommes fiers de ce jeu. Vive l'Algérie! Vive l'Afrique! ألعاب كرست المنافسة والروح الرياضية وأكدت علو كعب الشباب الجزائري تنظيما وتنافسا بمرتبة ثانية، قوامها 71 ذهبية و67 فضية و79 برونزية بمجموع 217 ميدالية. لم تكن سوى بداية جيل جديد يرافع للرياضة الجزائرية بانتماء الناشئة وبثقافة المواطنة التي جعلت إفريقيا مهد الحضارات، فخورة بجزائر اليوم وغدا. وهي اللحظات التي يوشك أن يسدل فيها الستار على هذه الطبعة الثالثة التي أحاطها فخامة رئيس الجمهورية برعايته السامية وعنايته الكريمة، والتي تميزت بأجواء إفريقية صافية وبمبادلات ثقافية أصيلة وبمنافسات رياضية رائعة. لقد عاشت الجزائر جو مغمور بالسعادة والحماس، وهي ترى إفريقيا قد توحد حلبها في العيش معا في سلام وتعزيز قيم التسامح والصداقة والروح الرياضية. ألعاب من الجزائر منحت الشباب الإفريقي فرصة التألق والمنافسة من أجل مستقبل رياضي مشرف قبل المواعيد الكبرى إقليميا وعالميا. وحفل اختتام هذه الطبعة كان متميزا، حيث صنع شباب القارة السمراء أجواء إفريقية بحتة وصورا جميلة عكست الثراء الثقافي للقارة اليافعة من جهة، وحسن الاستضافة والتنظيم الذي حصتها بهما الجزائر. يوسف رزيق. الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب في نسختها الجزائرية ستبقى حتما صورا راسخة في ذاكرة المشاركين. Franchement, je ne savais pas que en Algérie, je pouvais être comme chez moi. الجزائر في القلب، وتحيا مصر والجزائر، بنحبكم يا جزائريين، وتعيشوا يا للشعب العربي اللي احنا فخورين بيكم جميعا. حاجه اللي ماركتني بزاف يا ليكسبيريونس اللي ربحتها في هذا لي جي اجي، حاجه بقات في الذهن تاعي العالم تاع الجزائر كي نطالع. فرانش مصر لاكاي باسكو لو سوم اريفي على ريبول لو بريمير جو. Tous ceux qui étaient là, tous les Algériens nous ont vraiment accueillis dans la joie. Et vraiment, ça m'a marqué parce que l'amour était vraiment au rendez-vous. The people here, they are very friendly and they're always ready to help you whatever you need. And I'm enjoying myself here. مرحبا، كان فوق أكثر من ممتاز. عجبنا كلش.
فريمون جاز ما شاء الله من الديبي حتى لافا ما شاء الله فريمون. رياضة دائما ولحسابية الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يواجه مساء اليوم اتحاد الجزائر ريون سبورت أرواندي بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة. المباراة ستنقل لكم على المباشر على الأرضية في تمام 8 مساء، وعليه نشرة 8 لنهار اليوم ستأتيكم استثناء أيضا على 7:30 بتوقيت الجزائر. ونختم النشرة من المركب الرياضي محمد بوضياف الذي احتضن ليلة أمس السهرة 10 من الطبعة 4 لتظاهرة دار الجزائر، وتفاصيل مع هشام بوميضة. دار الجزائر في 10 سهرتها تحتضن إفريقيا عبر فرقة الحمام المسافر لتقدم تراث القارة السمراء. حضرنا حفل اختتام الألعاب الإفريقية للشباب، يعني حفل الاختتام، ولكن دار الجزائر ما زالت مفتوحة وما زالت تحتضن إفريقيا. حفل أمس قدم عبره ممثلو كل من أم البواقي الأغواط ومستغانم إرث ولاياتهم وعاداتها وتقاليدها. ولاية أم بواقي جاءت بتراثها، تراثها المادي واللامادي الذي تسخر به منطقة الشوية، فعرضنا في الأيام هذه عرضنا كل ما تسخر به هذه الولاية العزيزة على قلوبنا ولاية أم البواقي من موروث مادي، من ما تكتسه يعني من تقاليد من 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 أصول هذه المنطقة. اليوم ولاية مستغانم بكل أطيافها وكوكتيلها الثقافي والفني والاجتماعي ورصيدها الحضاري التاريخي حاضر في هذا اليوم، تستعرضه من خلال التقاليد والألبسة والعتاد التي يقيمها أهل مستغانم في أعراسهم وفي جلساتهم. واليوم احنا ان شاء الله رايحين يكون الحضور تاعنا عن طريق تقديم لوحات مختلفة من خلال ما تزدهر به ولاية الغواط من لوحات فنية متنوعة، الشيء هذا يحفز أكثر الثقافة واللي من خلالها نستطيع أن نتكفل بشباب المنطقة من خلال يعني التنوعات اللي تمتاز بها لتفتخر بها ولاية الغواط من كل الطبوعات. دار الجزائر تحت شعار الجزائر تحتضن إفريقيا تواصل فعالياتها حتى الفاتح أوت. دار الجزائر كان آخر مواضيعنا في هذه النشرة، أما مسكو الختام فنترككم فيه مع الليلة 3 من مهرجان تيمغاد بباتنا شرق البلاد التي استمتع الجمهور القادم من مختلف الولايات بباقة من أجمل طبوع الأغنية الجزائرية. تذكير بعناوين النشر. وزير السكن يشرف على توزيع أزيد من 1400 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بالعاصمة في انتظار توزيع 30,000 وحدة سكنية عبر 40 ولاية خلال شهر أوت القادم. كما تابعنا في النشرة 225 ميدالية من بينها 71 ذهبية نصيب الجزائر في منافسة الألعاب الإفريقية للشباب في طبعتها 3 التي اختتمت أمس وسط إشادة بحسن التنظيم. دوليا الماليون يختارون رئيسا جديدا للبلاد وسط آمال بغد أفضل. ولمن فاتتهم مواعيدنا الإخبارية عناويننا الإلكترونية في الخدمة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.